سترة، تلك الجزيرة الوادعة التي ترقد في أحضان الخليج، سكنها البحرانيون منذ القدم، فكانت كريمة عليهم بينابيعها وأبارها وأشجار نخيلها الباسقة فيما يمدها البحر بلآلئه وأسماكه الطازجة. تتكون سترة من 7 قرى، أكبرها الخارجية، وإذا أبناؤها من نخيلها الشموخ ومن مياهها العذبة النقاء ومن بحرها روح الثورة التي تجلت في فبراير من العام 2011 حتى استحقت لقب عاصمة الثورة عن جدارة. عائلة آل خليفة الغازي انتقمت من سترة الثائرة شر انتقام عبر استعانتها بقوات آل سعود التكفيرية المحتلة التي اقتحمت الجزيرة في مارس من ذلك العام لتبث الموت والرعب في أرجائها. لكن سترة لم تستكين ولم يرهبها طغيان الخليفيين، فما هم إلا سحابة صيف عابرة ستنجلي يوما وتشرق من ورائها شمس الحرية على سترة وعلى كافة أرجاء البحرين. لم تكف سلطات آل خليفة عن استهداف أهل سترة طوال السنوات الماضية، ودفع أهلها ثمنا باهظا من دماء أبنائهم وحريات فلذات أكبادهم، لكن سترة ظلت عصية على الخليفيين وما زالت تنبض بالثورة. آخر اعتداءات الخليفيين عليها وقعت يوم أمس الخميس، عندما شن مرتزقة آل خليفة حملة مداهمات واسعة مدعومة بقوات من الكوماندوز والطائرات المروحية. إنها حلقة أخرى في مسلسل متواصل للانتقام من سترة، لكن الخليفيين يعجزون ولن تعجز سترة. إنها ليست عاصمة الثورة فحسب، بل إنها قلب الثورة النابض الذي لن يتوقف ما دام دم يسري في عروق أهلها الثائرين.